نحات عراقي اسمه خالد العبادي، لسه عايش في ذاكرته الصورة المأساوية اللي شفناها في 2016 لما تنظيم داعش الإرهابي كان بيدمر التماثيل والقطع الأثرية. عشان كده قرر أنه يعيد مرة تانية نحت الجداريات الفنية اللي بتميز مدينة الموصل العراقية العريقة. شوف ده من خلال التقرير ونرجع مع حضراتكم. النحات العراقي خالد العبادي يتذكر المشاهد المأساوية لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي أثناء تدميرهم التماثيل والتحف الفنية الأثرية في مدينته الموصل، وتعهد وقتها بأن يعيد إبداع ما أتلفه التنظيم الإرهابي. نفذنا التصميم يتكلم منذ الزمن الآشوري وإلى زمننا هذا ما بعد التحرير من إصابات داعش. لكل فترة زمنية ارتأينا أن نضع جدارية أو شكل يحاكي تلك المرحلة، فبدأنا من البوابة الآشورية وكأنه ندخل من خلالها إلى الزمن الآشوري، وما بعدها مجموعة من المنحوتات الآشورية بما عرفوا به الآشوريين من حملات عسكرية وزراعة و أمور اجتماعية وسياسية وعسكرية متنوعة. والآن بعد عودة الموصل إلى أهلها، نفذ العبادي سلسلة من الجداريات التي تصور الأحداث التاريخية للمدينة العريقة من الإمبراطورية الآشورية في نينوى القديمة وحتى الأعمال الإرهابية للتنظيم في الموصل. عندنا اللي معروف بالزمن الآشوري هو صيد الأسود، فهذه إحدى المنحوتات تتكلم عن صيد الأسود. كذلك الحملات العسكرية اللي كان يقوم بها الملك الآشوري ضد الأعداء، وأيضا صيد الأسود وغيرها. بعدها الحضارة الحضرية أيضا نفذنا لها منحوتة تحاكي تلك المرحلة. العبادي نفذ حوالي 20 جدارية في الموقع الأثري الذي تعرض للتدمير من تنظيم داعش الإرهابي. أثناء فترة داعش لما كنا نتجول أنا وزميلي عمر، كنا نتجول ونشوف التماثيل اللي كانت تزال، البوابات اللي كانت تهدم، كانت تنتابنا غصة كبيرة، وكان عندنا أمل وطموح أنه ما بعد التحرير راح نعيدها. والحمد لله المتعة في إعادة ما تم هدمه متعة كبيرة جدا. وقد نشر التنظيم في عام 2016 فيديوهات لتفجير جداريات قديمة وتماثيل أثرية، بما في ذلك ثيران مجنحة بوجوه بشرية ورأس وتمثالا برونز لرأس الملك الأكادي سيرجون.